تكامل محدد من اي الى بي 2x زائد 3 دي اكس تساوي 12، وكانت الاي زائد 2b تساوي 3، المطلوب جد قيمتي اي وبي تنتمي الى ار. هذا السؤال وزاري. تكامل المحدد المطلوب من عندي اكامل تكامل اعتيادي، ومن ثم تعويض بالحد الاعلى، ومن بعد الحد الادنى راح اصير عندي معادله بدلاله كم مجهول؟ دلاله مجهولين. اذا هذه راح اسميها معادله رقم واحد. تعطيني معلومه مساعده بالسؤال، ده يقول لي اي زائد 2 بي تساوي 3، راح اسميها معادله رقم 2، وراح يصير عندي عمليه تعويض اعوض 1 ب 2. اذا العمليه مو صعبه لكن شويه موسعه. اذا هنا من اجي اكامل تكامل 2 اكس اكس تربيع زائد 3 اكس، هذا ايش اقرا؟ من اي الى بي، هذا كله يساوي 12. شنو معنى هنا؟ احنا قلنا يسمى بي بالحد الاعلى ويسمى اي بالحد الادنى، راح اعوض بدلا عن قيمه اكس الحد الاعلى مره، وبعدين الحد الادنى مره اخرى، وبين التعويضين ناقص علامه الطرح. اذا راح يصير عندي يؤدي الى من اعوض الحد الاعلى بي تربيع زائد 3 بي ناقص اي تربيع زائد 3 اي، هذا يساوي 12. هذا القوس ضروري جدا، هذا السالب المتابعة تابعة لكل القوس. هذا السالب او هذا القوس اذا هملته اذا ما كتبته فمعناها السالب تابعة فقط للاي تربيع، اذا السؤال كله راح يكون خطأ. اذا السالب راح تدخل على القوس، راح يصير عندي بي تربيع زائد 3 بي ناقص اي تربيع ناقص 3 اي، خلي اصفر المعادلة، ناقص 12 تساوي صفر، هذه تعتبر معادلة رقم واحد. لو كان السؤال تكامل مثلا من واحد الى بي مباشر، فما راح احتاج معادله مساعده للسؤال، يعني من واحد الى بي راح اعوض بمكان الاكس بي، وبعدين بمكان الاكس واحد راح يصير عندي معادله بمجهول واحد احسب قيمه المجهول. لكن هنا لان اعطيني مجهولين فاحتاج ان تكون معادله مساعده، اذا هذه سميتها رقم واحد، وراح يصير عندي الاي تساوي 3 ناقص 2 بي، هذه معادله رقم 2. هسه هنا راح اجري عمليه تعويض 2 في 1، استبدل كل اي ب 3 ناقص 2 بي، اذا راح يصير عندي بي تربيع زائد 3 بي ناقص 3 ناقص 2 بي تربيع ناقص 3 في 3 ناقص 2 بي ناقص 12 تساوي صفر. هذا شو اسوي له قوس تربيع؟ مربع حدانية، على ان السالب تنضرب في كل القوس. بس هنا السالب ما عنده صلاحية تدخل على القوس. السالب حاله حال اي عدد. ما يدخل على القوس اذا كان مرفوع القوة. ايش وقت ما صار قوة القوس واحد فممكن السالب تدخل على القوس، اذا ايش راح يصير عندي هسه؟ بي تربيع زائد 3 بي، المربع الاول 9 في سالب، هذا سالب 9. 2 في الاول في الثاني سالب 12 بي، في سالب راح يصير عندي زائد 12 بي زائد مربع الحد الثاني 4 بي تربيع، في سالب راح يصير سالب 4 بي تربيع، سالب 3 في 3 راح يصير سالب 9، وسالب 3 في سالب 2 بي زائد 6 بي ناقص 12 تساوي صفر. معادله من الدرجه الثانيه، اجمع الحدود المشابهه واحاول احللها. اذا عندي بي تربيع ناقص 4 بي تربيع، هذا راح يصير سالب 3 بي تربيع، 3 بي 12 بي 15 زائد 16 بي زائد 21 بي، سالب 9 سالب 9 سالب 18، وسالب 12 راح يصير سالب 30 يساوي صفر. اي معادله من الدرجه الثانيه وكانت حدودية ثلاثية، قبل ما أفكر بالتحليل تجربة، يفضل أن يكون معامل المتغير التربيعي موجب واحد، يفضل قدر الإمكان. إذا أقدر أقسم على عدد، إذن هنا راح أجي أقسم كل المعادلة على سالب 3. إذن هذا شو راح يصير عندي؟ بي تربيع ناقص 7 بي زائد 10 تساوي صفر. هسه بقى عندي تحليل تجربة، إذا راح يصير بي ناقص 2 وبي ناقص 5 تساوي صفر، سالب 2 بي وسالب 5 بي هو سالب 7 بي،
قوسين تساوي صفر، إذن أما ب تساوي 2 أو ب تساوي 5. صيغة السؤال ده يقول لي جد قيمتي أيوة ب تنتمي إلى R، إذن كل قيمة ب مستخرجة تعوض بأي من المعادلتين، والأسهل هي معادلة 2 حتى استخرج قيمة A، فمن ال B تساوي 2، إذن A تساوي شو راح أصير عندك؟ 3 ناقص 4 اللي هي سالب 1، ومن ال B تساوي 5، إذن ال A تساوي 3 ناقص 10 اللي هو سالب 7. هذا ما يخص السؤال الأول اللي يتعامل مع دوال جبرية. السؤال الثاني يتعامل مع دوال مثلثية، قد يكون شوية أصعب. تكامل من صفر إلى ب لاثنين كوساين تربيع اكس ناقص واحد دي اكس يساوي ربع، المطلوب جد قيمة ب. اثنين كوساين تربيع اكس ناقص واحد، لو اجي اركز على صيغة السؤال اشوفه واحد من قوانين التحويلات اللي هو كوساين اثنين اكس، فبامكانك ان مباشرة تحوله الى كوساين اثنين اكس وبعدين تجري تكامل. تقول لي ما جتي على بالي، أقول لك حول الكوساين تربيع إلى قانون النص. قانون النص يقول نص في واحد زائد كوساين ضعف الزاوية 2x، بس 2 تدخل على القوس، واحد ناقص واحد راح تختصر راح يرجع لكوساين 2x، لكن يفضل أن تحفظ قوانين التحويلات حتى تختصر بالوقت. إذن هذا راح يصير عندك تكامل من صفر إلى b كوساين 2x dx تساوي ربع. من الأخطاء الشائعة اللي يوقع بها الطالب بمجرد أن يحول أو بمجرد أن يبسط رأساً راح يروح يعوض حد أعلى وحد أدنى. لا يمكن التعويض بالحد الأعلى والأدنى إلا بعد إجراء التكامل. تكامل الكوساين، الكوساين من الدوال المباشرة من الحالات المباشرة، تكامل الكوساين هو الساين، لكن هنا شكتب خارج التكامل مقلوب مشتقة الزاوية. إذن تكامل الكوساين هو الساين بشرط الحصول على مشتقة الزاوية. مشتقة الزاوية هي 2، أحتاج هنا 2 وبرا 1 على 2، إذن راح يصير عندي يؤدي إلى 1 على 2 ساين 2 أكس، هذا من صفر إلى ب يساوي ربع. هذه النص ممكن تكون خارج القوسين، ممكن تكون داخل القوسين. إذا صارت داخل القوسين فراح تعوض مرتين، إذا صارت خارج القوسين نعوض القوس. إيش قد يطلع الجواب؟ النص يدخل علينا. خلي أضرب في 2، إذن هذا إيش راح يصير عندي هسه؟ ساين 2 أكس من صفر إلى ب هذا يساوي، من أضرب في 2 راح يصير عندي 1 على 2. هسه راح أعوض الحد الأعلى والحد الأدنى، إذن يؤدي إلى ساين 2 ب، عوضته مكان الأكس الحد الأعلى، ناقص ساين الصفر ساين 2 في صفر صفر، هذا يساوي نص. ساين الصفر هو صفر، إذن صفر عندي ساين 2 ب تساوي نص. لحد هذه الخطوة ما بيه إشكال، يعني الطالب أي طالب قادر على إجراء التكامل ثم التعويض، لكن بعد هذه الخطوة ممكن تغيب عن بالك. نحتاج إلى معلومة سبق وأنا أخذناها بالفصل الأول بالصيغة القطبية ومقارنة دي موفر. هنا يا زاوية الساين مالتها نص هي 30، هذه 30 ليست 2 بي، هذه 30 هي زاوية الإسناد. زاوية الإسناد، إذا إيش راح أقول هنا؟ راح أصير زاوية الإسناد هذه تساوي باي على 6 اللي هي 30. هسه هنا راح أجي أرجع للإشارة، وين يكون الساين موجب؟ الربع الأول، الربعين الأول والثاني. طريقة التعبير عن الزوايا بالربع الأول هي نفس زاوية الإسناد، الربع الثاني باي ناقص باي ناقص زاوية الإسناد، الربع الثالث باي زائد زاوية الإسناد، والربع الرابع 2 باي ناقص زاوية الإسناد. إذا هنا وين يكون الساين موجب؟ بالربعين الأول والثاني. إذا إيش راح يصير عندي هنا؟ أما 2 ب تساوي باي على 6، هذه خاصة بالربع الأول، أو 2 ب تساوي باي ناقص باي على 6، إذن معناها 2 ب تساوي راح تصير 5 باي على 6. انتهى الحال؟ ما انتهى الحال، لأن هو ما يريد مني الـ 2 ب، يريد مني قيمة ب، ف
فإذا كانت 2 بي تساوي باي على 6 فإن البي تساوي باي على 12. إذا هنا راح أقول يؤدي إلى، إذن البي تساوي باي على 12 اللي هي 15، وهنا راح يصير عندي يؤدي إلى البي تساوي 5 باي على 12. فلو كانت، لو كان التعويض يطلع لي سالب نص، لو كان سالب نص راح تكون زاوية الإسناد هي باي على 6، وين يكون هنا سالب؟ بالربعين الثالث والرابع، وأيضا استخرج قيمة بي. شلون ممكن يغير بالامتحان؟ ما يسويها كوساين 2 اكس او ساين 2 اكس، يصير ساين 4 اكس. يعني كانه هذا السؤال الاصلي يقول لك 2 كوساين تربيع 2 اكس ناقص 1. هذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير كوساين 4 اكس. اذا هنا راح يصير عندي ساين 4 بي، فاما 4 بي تساوي باي على 6، اذا معناها البي تساوي راح يصير باي على 24 وهكذا. اذا لازم اهتم بالزاويه واهتم بزاويه الاسناد والربع الذي تقع فيه.